بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الخيار، قال: السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. السادس من أقسام الخيار خيار يثبت للمشتري بتخبير الثمن، ومعناه أن البائع يقول للمشتري: خذ هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به، فيقول المشتري: قبلتها. ثم يخبره بالثمن بمقدار الثمن. هذا هو معنى تخبير بالثمن، أي أن تحديد الثمن يعتمد على إخبار البائع وتصديق المشتري له وموافقته عليه. نعم. قال: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. يثبت هذا النوع من الخيار في أربعة عقود أو أربعة أنواع من البيع. النوع الأول التولية، وهو أن يبيعه السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان. والنوع الثاني الشركة، وهو كأن يقول: أنت شريكي في هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به، فيكون عليك من الثمن الذي اشتريتها عليك بقدر حصتك. كان يقول: أنت شريكي بالنصف فعليك نصف القيمة. والمرابحة، كان يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ومكسب أو ربح 10 دراهم. والمواضعة، كان يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به مع نقصان 10 دراهم. كان يقول: اشتريتها بـ100 فأبيعك إياها بـ90. في الصورة التي قبلها المرابحة يقول: بعتك هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به وهو 100 على أن تربحني 10 دراهم، فتكون 110. هذه العقود التي يثبت فيها الخيار بالتخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر، أي إذا تبين أن البائع كذب في إخباره المشتري فبان الثمن أكثر مما أخبره به أو أقل مما أخبره به، حينئذ يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء دفعا للضرر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لا بد في جميع هذه الصور الأربع من معرفة المشتري رأس المال، بأن يخبره به البائع
ولا يبقى جاهلا به، فلا بد أن يعلم به وقت العقد، فإن لم يخبره وقت العقد صار الثمن مجهولا. وقد سبق لنا في باب الشروط في البيع، سبق لنا في باب شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للطرفين. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم، إذا تبين للمشتري أن البائع قد جحد عليه بعض الأمور التي تؤثر في العقد، فإنه يكون له الخيار، وذلك في هذه الصور التي ذكرها المؤلف. الأولى قال إن اشترى بثمن مؤجل، إذا اشترى بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فإنه معلوم أن ارتفاع الثمن يكون بسبب التأجيل، ولو اشتراها حالا لكان ثمنها أنقص، ففي هذا تغرير بالمشتري. فإذا تبين له أنه اشتراها بثمن مؤجل وزاد الثمن من أجل ذلك وهو يظنها بثمن حال، فله الخيار على المذهب. والقول الثاني أنه ليس له خيار، ولكن يؤجل عليه الثمن مثل ما أجل على الطرف الأول، ويزول عنه الضرر بذلك ولا يحتاج إلى خيار. نعم. أو ممن لا تقبل شهادته له. الصورة الثانية، إذا تبين أن المشتري قد حاب، تبين أن البائع قد حاب من اشترى منه هذه السلعة لقرابته له ممن لا تقبل شهادته له كابنه أو أبيه، فإنه حينئذ يكون للمشتري الخيار، لأنه تبين أن في هذا الثمن محاباة، فيكون الثمن قد زاد من أجل المحاباة، وفي هذا تغرير بالمشتري. نعم. أو بأكثر من ثمنه، أو تبين أنه اشترى السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة والاحتيال على المشتري الثاني، فإنه يجعل له الخيار دفعا للضرر عنه. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أي أنه اشترى جملة من السلع وقال للمشتري أعطيك هذه السلعة وثمنها كذا وكذا، فظن المشتري أنه اشترى السلعة مستقلة، بينما أنه اشتراها ضمن سلع أخرى، ولا شك أن شراءها مع السلع الأخرى يختلف عن شرائها مفردة في الزيادة والنقصان، ففي هذا تغرير بالمشتري، فلا بد أن يبين له أنه اشترى هذه السلعة مع جملة من السلع بثمن واحد، وأن هذا نصيبها من هذا الثمن، من أجل يكون المشتري على بصيرة. نعم. قال فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم. فإذا تبين له في هذه الصور أن البائع قد لبس عليه، فإن له الخيار بين أمرين، إما أن يمسك السلعة بقيمتها التي اشتراها بها، وإما أن يردها ويأخذ الثمن دفعا للضرر عنه. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ويخبر به. نعم. إذا كان البائع قد اشترى السلعة
وكان له خيار المجلس أو خيار شرط، ثم حصل في مدة الخيارين زيادة في الثمن أو نقص في الثمن أو أرش جناية، فإنه يخبر بهذه الوقائع كلها، فيقول اشتريتها بكذا، وفي مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط زيد في الثمن كذا أو حط من الثمن كذا أو جني على السلعة فأخذت لها الأرش، وكل هذه الأمور تلحق بالثمن. نعم، ويخبر به المشتري ليكون على بصيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. إذا كانت هذه الأمور بعد لزوم البيع وليست في زمن الخيار فإنها لا تلحق بالثمن، وإنما تكون للبايع الأول. نعم، وإن أخبر بالحال فحسن. وإن أخبره بالحال حتى ولو بعد لزوم البيع فحسن، لأن هذا أتم في الصدق. نعم، أحسن الله إليكم. قال السابع خيار لاختلاف المتبايعين. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف المتبايعان فإنه حينئذ يكون الخيار على ما يأتي بيانه. والاختلاف بين المتبايعين قد يكون اختلافا في عين المبيع، قد يكون اختلافا في صفة المبيع، وقد يكون اختلافا في شرط أو تأجيل، وقد يكون اختلافا في التسليم، تسليم البائع للسلعة وتسليم المشتري للثمن. فإذا حصل اختلاف من هذه الأنواع فحينئذ يجرى بين الطرفين التحالف، وإذا تحالف فإنه حينئذ يكون لكل واحد منهما الخيار. نعم، قال خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف. هذا النوع الأول من أنواع الاختلاف، اختلاف في قدر الثمن، بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة ب100 ريال، ويقول المشتري بل اشتريتها منك ب90 ريال، فاختلف في قدر الثمن، فحينئذ يتحالفان، يحلف البائع ما بعتها ب90 وإنما بعتها ب100، ثم يحلف المشتري ما اشتريتها ب100 وإنما اشتريتها ب90، فكل منهما يحلف على إبطال دعوى خصمه وصدق دعواه. نعم، قال فإن اختلف في قدر الثمن تحالف، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. نعم، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. نعم، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. بعد التحالف لكل منهما الفاسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن رضي أحدهما بقول الآخر صح البيع ولزم، كان يرضى البائع بقول المشتري ويمينه، أو العكس يرضى المشتري بقول كان يرضى البائع بقول المشتري بيمينه، أو يرضى المشتري بقول البائع بيمينه، فحينئذ يخير كل منهما بين الفسخ أو الإمضاء. نعم، إذا لم يرضى بقول صاحبه. نعم، فإن رضي أحدهما بقول الآخر، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فإنه يصح البيع في حقه ويلزم به. نعم، قال فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إذا كانت السلعة موجودة فإن المشتري، وإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن المشتري يرد السلعة ويأخذ ما دفعه من الثمن، فترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه،
وهذا هو الفسخ. نعم. فإن اختلف في صفة، هذا إذا كانت السلعة موجودة. نعم. فإن كانت السلعة تالفة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الثمن معينا، كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بهذا العبد أو بهذه الدراهم التي معي أو بهذا الثوب، فحينئذ القاضي يجبر البائع على تسليم الثمن، ثم يجبر أو ينصب عدلا، القاضي ينصب عدلا أي واسطة من أهل العدل والثقة، فيأخذ كلا من السلعة والثمن، ثم يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع بواسطة العدل. هذا إذا كان الثمن معينا. نعم، أعيد العبارة. يقول فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، قلت تكون هذه في ثلاث حالات. نعم، اقرأ. فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. نعم، فإن كانت السلعة تالفة رجع. نعم. إلى قيمة مثلها. نعم، هذا يرجع إلى الصورة الأولى، يرجع إلى الصورة الأولى. إذا اختلف في عين المبيع في قدر الثمن. نعم. اختلف في قدر الثمن ثم تحالف، فإن كانت السلعة تالفة فإنها تقوم بقيمتها بما تساوي، أو بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة. نعم. وإن اختلف في أجل، هذه صورة ثانية من صور. فإن اختلف في صفتها، إذا اختلف في صفتها هذه صورة ثانية من صور اختلاف المتبايعين. فقول مشتر، إذا اختلف في صفتها بأن قال المشتري إن العبد كاتب، وقال أنا شرطت عليك أن العبد يكون كاتبا، نعم، وقال البائع لا، أنا بعته عليك على أنه ساذج ليس بكاتب، اختلف في صفة المبيع. المشتري يقول أنا اشتريت منك عبدا كاتبا، والبائع يقول لا، أنا بعت عليك عبدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة، فحينئذ القول قول المشتري بيمينه، فيحلف أنه ما اشترى هذا العبد ساذجا وإنما اشتراه كاتبا. ثم إذا حلف فإنه يكون له الخيار بين الإمساك وبين الرد، لأنه غارم، لأن المشتري غارم. نعم. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإذا انفسخ العقد بالخيار يعني اختار الفسخ، انفسخ ظاهرا يعني في الحكم، وانفسخ ظاهرا في وانفسخ باطنا في باطن الأمر، لأنه مبني على إجراء شرعي، وإذا كان مبنيا على إجراء شرعي فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفي، هذه صورة ثالثة. إذا اختلف في أجل أو شرط بأن قال المشتري أنا اشتريتها بشرط أن تؤديها وتحملها إلى محل كذا وكذا، وقال البائع لم تشترط علي هذا، أو أجل بأن قال المشتري أنا اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع بل أنا بعتها عليك بثمن حال، فإن القول قول من ينفيه منهما، لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل، ولا يثبت خلاف الأصل إلا بدليل وبينة، إلا ببينة، وليس مع أحد منهما بينة، فالقول قول من ينفي هذا الأجل أو هذا الشرط، لأن الأصل عدمه. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، إذا اختلف في عين المبيع، هذه صورة من صور الاختلاف، بأن قال البائع أنا بعتك هذه السيارة، وقال المشتري
أنا اشتريت منك سيارة غيرها. قال البائع أنا بعتك هذه السيارة ماركة كذا وكذا وموديل كذا وكذا. فقال المشتري لا، أنا اشتريت منك سيارة غير هذا الموديل وغير هذا الماركة. فحينئذ يتحالفان. نعم، وبطل البيع. يتحالفان بأن يحلف البائع ما بعت هذه السيارة وإنما بعت السيارة الفلانية، والمشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت هذه السيارة وإنما اشتريت السيارة الفلانية التي ادعاها. حينئذ يبطل البيع لأنه أصبح لا محل له ولم يتفق عليه، فيبطل البيع. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن. هذه الصورة الأخيرة من صور الاختلاف بين المتبايعين. إذا اختلف في التسليم فقال البائع أنا ما أسلم السلعة إلا إذا سلمني الثمن، وقال المشتري أنا ما أسلم الثمن إلا إذا سلمني السلعة. فحينئذ إذا كانت السلعة موجودة، إذا كانت السلعة موجودة والثمن معين كهذه السيارة أو هذا الثوب، فإن القاضي يأخذ السلعة ويأخذ الثمن المعين الموجود ويدفعهما إلى عدل، أي إلى رجل ثقة. نعم. فهذه الواسطة وهو العدل يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع وينحل النزاع. نعم. قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الأولى من صور الاختلاف في هذه الحالة. إذا كانت السلعة موجودة والثمن معين فإنهما يدفعان إلى واسطة ثقة وتقوم بتسليم كل حقه وينتهي الإشكال. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا، إذا كان الثمن دينا في الذمة، يعني في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا. فإن كان الثمن حالا وهو موجود في البلد وغائب عن المجلس فإنه تحبس السلعة حتى يحضر المشتري الثمن ثم تسلم له السلعة ويسلم هو الثمن. هذا إذا كان الثمن الذي في الذمة غائبا في البلد. نعم. قال إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية. نعم. ماله حتى يحضره. حتى يحضره. نعم. وإن كان غائبا بعيدا عنها. وإن كان الثمن غائبا بعيدا عن البلد والمشتري معسر. أو المشتري معسر هذه صورة مستقلة. إذا كان الثمن غائبا عن البلد ويحتاج إلى سفر ويحتاج إلى طول مدة فإنه يكون للبائع الخيار بين إمضاء البيع وانتظار إحضار الثمن أو بين الفسخ، لأن عليه ضرر في الانتظار. أو كان المشتري معسرا ليس عنده شيء فإنه أيضا يكون للبائع الخيار بين الإمضاء وانتظار إيسار المشتري ودفعه للثمن أو بين الفسخ ورجوعه بالسلعة دفعا للضرر عنه. نعم. قال فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا نوع ثامن من أنواع الخيار. نوع ثامن من أنواع الخيار. إذا اختلف في الصفة التي عليها البيع. نعم. يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة كما سبق، لأن قال أنا بعتك عبدا كاتبا، قال المشتري أنا اشتريت منك عبدا كاتبا،
أو مهندسا أو وقال البائع أنا لم أبع عليك إلا عبدا لا يحسن أي صنعة من الصنعات ساذج، فحينئذ كما سبق يتحالفان، فإذا تحالفا فإنه يكون لكل منهما الخيار بين الإمضاء والفسخ. هذا ليس هذا داخلا فيما سبق؟ داخل فيما سبق، لكنه فصله لأنه يشبه ما تغيرت صفته برؤية متقدمة. فإذا كان المشتري قد رأى المبيع لكن رؤيته متقدمة وظن أن السلعة باقية على صفتها، فلما وقف عليها بعد العقد وجدها قد تغيرت صفتها عن ما كانت عليه سابقا، فحينئذ يكون له الخيار بين الإمضاء والفسخ. نعم. عقد بعد هذا فصلا قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. هذا الفصل في بيان قبض المبيع، وأنه ينقسم إلى قسمين، المبيع ينقسم إلى قسمين: مكيل أو موزون أو غير مكيل ولا موزون، ولكل منهما حكمه، لكل نوع حكمه، فللمكيل والموزون حكمه ولغير المكيل والموزون حكمه من حيث القبض ومن حيث اشتراط القبض وعدم اشتراط القبض. نعم. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. من اشترى مكيلا ونحوه من الموزون أو المعدود أو المذروع فإنه يصح البيع لاستكمال شروطه وانتفاء موانعه، ولكن لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك حتى يقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، وقال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. فلا بد في المكيل والموزون والمعدود والمذروع من قبض المشتري له، ولا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يقبضه، وذلك بكيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عده إن كان معدودا أو ذرعه إن كان مذروعا. فإن باعه أو وهبه قبل أن يقبضه فإن البيع غير صحيح والهبة غير صحيحة، لأن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. إذا تلف ما يشترط قبضه للمشتري، إذا تلف ما يشترط قبضه لتصرف المشتري فيه فإنه يكون بعد العقد فإنه يكون من ضمان البائع، أي يتلف على البائع لأن المشتري لم يقبضه، فإذا تلف تلف على البائع. نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. هذا إذا تلف بغير آفة سماوية، أما إذا تلف بآية سماوية والآية السماوية ما لا صنع للمخلوق فيه كالصاعقة والمطر والريح والحريق وغير ذلك من الآفات التي لا صنع للبشر فيها قبل قبض المشتري له فإنه يبطل البيع، يبطل البيع. نعم. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. أما إذا أتلفه آدمي، ما هو بآفة سماوية بل أتلفه آدمي، قبل قبضه فللمشتري الخيار بين أمرين: الأمر الأول أن يفسخ ويرجع بالثمن، والأمر الثاني أن يمضي البيع ويطالب المتلف، يطالب المتلف ببدل ما أتلفه، لأن المتلف يلزمه ضمان ما أتلفه. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي خالد منور خميس، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.